السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا شباب، رجعت لكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو إن شاء الله بدي زور دمشق، مدينتي التي لم أراها منذ 9 أعوام. صعبة كتير والله صراحة، هيك ما شفت دمشق قبل ما بلش بالفيديو. تعلمت على الطيران بغير مدن هيك شوي حتى أقدر ألعب عشان أخلي رياكشن حقيقي. للأسف ما شفت الشام يمكن من 9 سنين بسبب الحرب، وبتعرفوا كلكم يعني الأمور. ان شاء الله بدي اطلع من اسطنبول، من البلده اللي انا قاعد فيها، بدي اروح على بيروت لانه ما في طيران مباشر على دمشق. معلم اروح على بيروت، بعدين من بيروت نروح على الشام، ويا ربي دخيله. خلينا نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هات لنشوف، نحط الديبارتشر معلم اسطنبول ليكا، نحط الوصول على بيروت. تمام، قديش تتحمل الرحلة هاي؟ ساعة و37 دقيقة. يا حبيبي. نعم نعم يا شباب، بدك كاسة شاي، رحلة طويلة. بتصدقوا ضليت شي نص ساعة بس لحتى عرفت كيف اعمل اقلاع. خلينا نبدأ. نزلنا البريك وبدنا نعمل الثراتل. هلا الثراتل هو هذا اللي قدمناه من تحت، فبتقدم الطائرة لقدام. نقول بسم الله وخلينا نأقلع، نحطها من برا. يلا حلو، افتحي لها. اما الطيران روح، شايف لك جايك يا شام. صار وقت نطلع. يلا صار وقت نطلع. بدك ترفع شيء انه شيء خفيف كتير حتى هيك تطلع لل500 فيت. بدنا نضب الدواليب. شوفوا نضب الدواليب. نضبوا الدواليب. حلو تمام، جايك يا دمشق. انا غادر اسطنبول حاليا. حاجة نخفف شوي الثراتل لانه الثراتل صار عالي، شايف؟ ترجعوا هيك شوي. تمام حلو، خلينا هلأ نودع اسطنبول بعد ما اقمنا فيها 5 سنين. معلم هاي مطار اتاتورك، هذا المطار تسكر على فكرة شباب، فتحوا بداله مطار جديد بس لساتهم حاطينه باللعبة. دمشق وين بدها تكون هلا يا شباب؟ بأنو اتجاه؟ بدها تكون اتجاه الجنوب. وين الجنوب معلم؟ روح على الجنوب، عفوا نروح على بيروت اول. بس اوعك توعي فينا من اول ما نبلش. بدها تكون باتجاه القبلة معلم، باتجاه مكة المكرمة هيك منوصل. روح شايف لك، كأني ميلتها كتير للطيارة. افتر تيك اوف. شو هدول فلابس؟ يلا روح شايف لك حجي. وداعا يا اسطنبول. في شيء اسمه درون مود. لا الجنوب هنيك يا حبيبي. فتيل فتيل فتيل. تمام تمام اوكي، فهمت عليكم. انا رجع لي لجوا الطيارة. حاطين خط، انا ليش ما عم بمشي على الخط؟ ما بعرف. ليكو الخط تحت محطوط. هي عم نجلس الامور، نطلع تطليعه هيك من الشباك. يا ربي دخيلك، ليك على المنظر ما احلاه. كل هالفتلة لساتني فوق المطار. يا سلام يا سلام، حلو بيتي هنيك معلم. يلا صرنا على الخط، عم نتجه باتجاه الخط. جميل، بس قديه الارتفاع؟ بلاي شو المهارات بالطيران. هاي فيها شغلة حلوة هون، بتحط درون مود وبتتفرج بقى. خلينا نخبي المؤشر، بتعمل هيك، بتبعد عنا، بتقرب عليها. شوف على هاللقطة، هيك 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 هيك. بس شلون ننزل لتحت؟ هيك ننزل لتحت. يا السلام يا السلام، جايك يا دمشق. يلا بدنا ساعة وربع. والله معلم كل مين قولي لحظة. الخط عم بيهرب. مدري شو صار يا شباب، جنة الطيارة. قديش تتحمل الرحلة؟ 10 دقايق من بيروت لدمشق. هلا يا شباب نحن وصلنا على مطار بيروت،
قطعنا الرحلة معلم على السريع، احنا وصلنا ساعة ونص ان شاء الله. هلا 10 دقايق هي بنسجلها ونروح على دمشق ونشوف دمشق من فوق بعد انقطاع 9 سنوات. فلاي 10 دقايق بتفصلنا عن الشام يا شباب. خلينا نبدأ نقول يلا نطلع من نطير من بيروت، نقول بسم الله. نفس عملية الاطلاق، الانطلاق، الاقلاع، نقيم المكابح ونقوي الثراتل اللي هو الباور هون، بس هيك كانوا عم بيقولوا لي اسمه ثراتل. ياك الشمس جاية بوشنا، الشمس قوية والله. وبس توصل للسرعة لنشوف على انو سرعة بدنا نطلع. بسم الله ونعمل هيك جولة فوق بيروت. يلا ها، قويتها كتير؟ لا ما قويتها، طلعت. بيقول لك صعبة سواقة الطيارة، ليك ما فيها شي. يلا بسم الله ضبينا. بس لشوف كيف بدي اروح، بدي اروح على الشرق، اتجاه الشرق. F5 نعمل نظرة فوق بيروت. يا سلام بيروت جميلة والله، كلها شجر وخضار ويا سلام. حلو الحكي. اتجاه صحيح؟ لا نظبط الاتجاه، نروح شوي على جنب. ايه على جنب يا معلم، روح شايف لك. خلينا نلقي نظرة هيك من الشباك، شي مرتب والله. نظرة من هنيك الشمس. يلا جلس جلس، زبط لي امورك. اي مشينا هلا على الخط الصحيح. خلينا نحط على الدرون مود لانه جد رهيب. الدرون مود معلم تتحكم انت بالكاميرا هيك بشكل جدا جميل، وتخلي الطيارة تطير لحالها. نلقط لنا هيك لقطة جميلة، نرجع نتأكد انه المسار صحيح مشان ما نطول الرحلة. شمنا نقول له اي كابي بشان ولا بشان الله، شمنا نرد عليه للزلمة. لان عم يحاكيني حاكيني ما عم بقدر رد عليه. شبو الرادار معلم، شبو شمنا نسكته للرادار، مدري عم يصفر. خلينا نصل على حب النبي. لحظة جلس 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 الامور. هاي بعتقد جبال لبنان اللي درسناها بالمدرسة. ها شباب هدول هاي السرعة والكذا عم بحاول اني اطفيهم، ما عم بعرف بالله. اللي بيعرف شو الزر كيف نقيمهم لهدول يكتب لي بالتعليقات، عقدوني. بدي طير هيك بدون ما يكون في اشياء هيك تنزع هي. طيب بركي انا ما بدي نزل النوز. اير سبيد اباف، ايوه بيقولوا لي نزل مقدمة الطائرة للامام بسبب الرياح. نجرب شيء اسمه جميل. هذا الحكي هيك ما عاد تمشي الطيارة، كأنه بتوقف الطيارة. شيء اسمه اكتيف بوز، الطيارة بتوقف بمحلها وبتاخد اللقطة اللي بدك اياها. هذا الشيء رح نساوي ان شاء الله فوق دمشق. في عندك لبقاع مدري شو، يمكن هون لبقاع صرنا والله ما بعرف. يا ريت فينا نحط خريطة نعرف وين نحنا. الزر اللي بتوقفوا فيه الطيارة يا شباب وشان تاخذوا صور هو زر البوز بريك، اللي بيجي جنب برينت سكرين اللي بتاخذ فيه لقطة للشاشة. توقف فيه الطيارة هيك بشكل كامل. الله ليك على هالسهولة الجميلة، رائعة والله. هات لنغير الكاميرا. بس الطيارة حلقت، طيارة حلقت طيارة يا حجي. ايوه زبطنا الامور الله يرضى عليه. ما بدنا ننتزع الرحلة. هذا هو هذا هو. نرجع لجوا نشوف وين صرنا. ما كنا نصل على اساس 10 دقايق. ما زلنا متجهين على الخط الصح. بعتقد لازم نخفف السرعة كمان لانه السرعة كتير سريعة، مشان هيك يمكن الطيارة عم تطلع لفوق.
هو من المفترض اني اخذ طيارة مدنية انا واركب فيها على الشام، بس يعني عم بتخيل في حال انا صرت ملياردير معلم واخذت طيارتي الخاصة. وينك وينك؟ ماني شايفك، وينك؟ شو هاي المنطقة؟ هل قطعنا الحدود السورية اللبنانية ولا لسه؟ بعتقد هلأ قطعناها. اذا قطعناها يعني صفي حوالي 50 كيلو بس على الشام، ما صفي كتير. يمكن هذا جبل الشيخ، والله اعلم. لحظة شو صار هلأ؟ لا هيك، خلينا نحطها على هاي القوة ونطير شوي شوي. طولي بالك لا تضوجي مشان ما تموجي. مين بيعرف ليش لقبت الشام بالشام؟ يقال لانه المنطقة يعني اللي فيها دمشق كلها صحراوية، وبسبب الغوطة فهي طالعة نقطة خضراء، فوقتها بتشوفها من فوق فبتبين معك مثل الشامة اللي بتكون على الوجه، فمميزة، فلهيك سموها الشام يعني. والله اعلم، ما بعرف اذا المقولة صحيحة بس منطقية. ما كنا نصح لو رايحين عالصين كنا وصلنا. جمالية هاي اللعبة فيكن يا شباب، انا نزلت من الجيم باس، اشتركت بخمسة ليرة تركي بس، يعني تقريبا اقل من دولار، ونزلت اللعبة وجربتها. بس اذا بي سي بدها بي سي جبار يعني، على 2080 تي اي على 4K بالزور يعني، ما قدرت حطها على الالترا، حاططها على الميديوم كنت. بس وقت شغلت التسجيل اضطريت اني خفف شوي الدقة، حطيتها على 2K مثل ما شفتوا، لانه عم بسجل كمان. فبعتقد على الاكس بوكس التجربة بتكون افضل، بتجي اوبتمايزد فور اكس بوكس يعني. وين دمشق يا اخي؟ وينها؟ والله ضعنا. لا تقلي هاي الشام زغرت هيك بغيابنا معلم. والله تهنى عن المسار. رجع رجع رجع، وين رايح؟ ها هاي عم نرجع على الخط. حلو حلو، جلس الله يرضى عليك. ما بدي تنتزع الرحلة باخرها، لان احيانا بيحترق ميتور الطيارة بيقول لك ريستارت، هون بتولع معنا. هيك بتصير الشغلة، لا بالحقيقة ولا باللعبة ولا بالحلم فيك تروح على الشام. بعتقد وصلنا، اعتقد وصلنا والله اعلم، لانه هديك هي اشجار الغوطة. بدها لقطة، بدها بوز، بدها عطينا الشوكيس. تمام، يعني بدك حوالي شي ساعة زمان لتاخد على اللعبة وتعرف شلون هيك على الاقل تتحكم بالطيارة بدون ما هيك يصير مشاكل بانك تعيدها. بلشنا نقرب يا شباب، والله اعلم. قلبي عبقلي رح وصي يعني، صحيح يمكن يعدوا عدد المرات اللي طالع فيهم فوق دمشق بالطيارة، بس بضل بشوفها من جوجل مابس. هي 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 هي، اه ليكو المطار مزبوط. المطار صاير جنوب بالمزة. لا شو انزل مطار المزة معلم، هذا مطار المزة العسكري بلاخ. ننزل مطار دمشق الدولي، بس هي صرنا بالمزة. حلو، هون المزة يا شباب. يا سلام، روح روح على جنب، روح. خلينا نقرب شوي لتحت، بركي نلاقي استراد المزة نصوره كم صورة. المزة صايرة تمام، بدي روح انا على ركن الدين. نزيل نزيل، بس ما رح نهبط فيك. مينتين، لحظة لحظة، نخفف سرعة الطيارة. لازم نفوت لجوا الطيارة نشوف تاكسي حطة. بالله ينزل شوي شوي على حب النبي. ليكا ليكا الشام يا شباب ليكا. والله عرفت، عرفت اني وصلت، عرفت اني وصلت. الله حيو.
شايفين مثل ما قلت لكم بتبين انها شامة في الصحراء، ولذلك لقبت بالشام. هات لنشوف. اعتقد هذا هو استراد المزة. حاجة تنقوا علي خلاص هلا، لا تحطوا لي صور يا عين. الله الله حلو يا ربي دخيلك، ان شاء الله هيك وقتها تصير عن حقيقة. هون الفرقة الرابعة معلم ليكو، والقصر الجمهوري هداك. بدي روح على ركن الدين. لحظة نوقفها، خلينا نوقفها شوي لانه هي لا تعاد. هل هديك ساحة الامويين؟ اعتقد هديك ساحة الامويين. لحظة، هذا ملعب الجلاء والله اعلم، مدري الفيحاء كان اسمه. خلينا نحط على الدرون، ما تعرفنا الكنترول. فت بالحيط يا زلمة. بسم الله. هديك ساحة الامويين على الاغلب، على الاغلب. روح على ساحة الامويين معلم، لف لف لحق 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 ولو هيك نظرة سريعة. يا سلام، عنا ساحتين نحن رئيسيات بالشام، وحدة اسمها ساحة الامويين ووحدة ساحة العباسيين. لا هي ساحة الامويين، والله فتنا بالحيط. هي هي. حلو جميل، معناتها قربنا. وين دمشق القديمة صفيت بقى؟ عود تذكر دمشق القديمة وين صاري. والله ما بتذكر عنا بنايات عالية كل هالقد. معقول؟ ليك ركن الدين. تعا هاي الجبل الأربعين. روح لهنيك معلم، روح اوعى تعبي من الجبل بالجبل. شايف لك مزبوط هيك البيوت. في ولي طلع 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 يا حجي. وين راح تعبينا بالحيط؟ وين البيت بقى صفي معلم؟ والله أعلم. يا سلام يا سلام. هاي شفنا منطقتين، هاي بساتين المساكن برزة والله أعلم. خلينا نشوف دمشق القديمة، جامع الأموي. معقول ما لهم حاطينهم كمعالم هدول يا زلمة؟ ليكو جامع الأموي، ليكو 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 ليكو. هذا هو، مو هذا هو، لازم يكون هو. وقف، لا مو هو. وين صفية الشام القديمة؟ روح لنكمل بس نخفف سرعة شوي. شو هذا المبنى؟ والله ما بعرفه شو. 9 سنين معلم، منين داك تتذكر؟ ها بالله اقدم مدينة في العالم، ما لكم حاطين معالم فيها غير المزة، مطار المزة. طيب هيك صرنا نحن فوق الغوطة الشرقية. هون يا سقبة يا حمورية. دور معلم، نروح على دمشق القديمة. بس ما لهم حاطين شي من الدمار اللي صار، يعني خصوصي بالغوطة ما لهم حاطين شي منه. هون وين اللي شو بيقولوا هذا؟ لا رح اوعى اوعى. كأنه ما انا حطيت بدي انزل بمطار دمشق الدولي، غريب ليش بدهم يودوني على المزة معلم. بس تلاقي جامع الاموي ما عم بلاقي. شو هدول الباصات الخضر؟ هذا المردين يا ترى؟ والله هيئته المردين.
هذا المتحلق الجنوبي يمكن. كثير صراحة انبسطت اني شفت دمشق ولو بالخيال. ان شاء الله هيك الله يكتب لنا عمر نزورها بالحقيقة. حسبي الله ونعم الوكيل. معلش خلينا نروح نهبط بمطار المزة. ما بعرف ليش ما لقيت الشام القديمة، يعني خصوص الجامع الأموي لازم يكون معلم واضح وصريح. هذا جبل قاسيون، لحظة، جبل قاسيون، والله كنا نقعد أحلى أعداد هون يا زلمة. تطلع على الجبل تكشف الشام كلها وخصوصي بالليل. ما تعرفنا نركز الطيارة، روح على المطار. تلبكت، فاتت المشاعر ببعضها. نزل هالدواليب. بدنا نخفف سرعة وبدنا ننزل شوي شوي. هاي اف خمسة. اذا عرفنا نهبط يعني شي يوم رح نرجع على الشام. ما عرفنا نهبط معناتها ما في امان. تمام، بس حاسس الرنوي كتير قصير، كتير قصير. اوعى اوعى. قال اتعبت المحرك وتسببت بعطل خطير. هيئته ما في امان.